هي جريمة نكراء اهتز لها الرأي العام الوطني والدولي من خلال مقتل سائقين مغربيين بالأراضي المالية، جريمة ندّد بها عدد من الأطراف في المنتظم الدولي ومنها دولة مالي الشقيقة. معنا لطرح هذا المشكل ولتحليل خلفيته الأستاذ محمد طيار. أستاذ محمد طيار، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بكم ومرحبا بي عندكم. الأستاذ محمد طيار، أنت خبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية. أولا، بعيدا عن هذه الصفة الأكاديمية، كإنسان كيف تلقيت هذه الجريمة النكراء؟ حقيقة كان خبرا مؤلما، باعتبار أنني أعي جيدا المعاناة والشدائد التي يعني يتحملها سائقي الشاحنات، لأنهم يقطعون مسافات جد طويلة ويقومون بمهمة إنسانية كبيرة جدا، حيث أنهم يقومون بتخفيف المعاناة عن شعوب منطقة الغرب الإفريقي التي تعاني من الجفاف ومن الفقر ومن الحروب ومن الأزمات، يعني ندرة الغذاء وكثرة حالة المجاعة. لذلك هم يقومون بعمل نبيل، حيث يمدون هذه المناطق بما يحتاجونهم من خضر وسلع إلى غير ذلك. يعني فهذه المهمة الإنسانية، يعني ناس عزل لا يحملون لا سلاح ولا أي شيء، يحملون فقط الغذاء الموجه لهذه لهذه الفئات، يعني لهذه الشعوب المحرومة، يتعرضون لهكذا جريمة حقيقة تحز في النفس. مع أننا نحن ندين جميع الجرائم مهما كانت، ولكن هذه جريمة حقيقة مضاعفة أكثر من غيرها. نعم، من خلال توارد عدد من المعطيات المتعلقة بمسرح الجريمة حيث وقعت هذا الأمر، هذا يتبين على أنه الأمر فعلا من تدبير فاعل له رسالة معينة ولها طابع سياسي، خصوصا معطى عدم سرقة محتويات البضائع أو بضائع هذه الشاحنتين. يعني إلى أي حد أنه فعلا تتقوى فرضية تورط جبهة بوليساريو ومعها أيضا الجزائر في هذا الفعل الشنيع؟ يريد منها منفذها أن يجعل، يعني أن يزرع الخوف والرعب في قلوب سائقي الشاحنات حتى لا تستمر عملية تدفق التجارة عبر القرقارات في اتجاه الدول الإفريقية. هذا هو الهدف الذي يسعى إليه منفذ العملية الإجرامية، لأنه تبين بأن هذا، يعني كان هناك كوموندو فرقة يعني منظمة مجهزة قامت فقط بعملية يعني القتل ثم انسحبت. يعني فلو كان هناك، يعني الأمر يتعلق باللصوص أو غيرهم، لا استولوا على البضاعة. نعم، لأن الشاحنات كانت محملة طبعا بالنشاط التجاري. لذلك فالهدف هنا، الهدف هنا، هذه جريمة سياسية درجة. في نظرك دائما كيبقى السؤال، يعني المنفذ، خصوصا هناك شبهة حول تورط أو ممكن نقول تأكيد على أساس أن عدد من المعطيات ديال جبهة بوليساريو ومعها الجزائر، يعني ما الذي يضعض هذا الفرضية؟ أولا، هناك عدة معطيات علينا أن نستحضرها في الإجابة عن هذا السؤال. أن منطقة الساحل الإفريقي خاصة مالي، رغم يعني الانفلات الأمني الذي وقع فيها يعني منذ سنة 2012 وتواجد الجماعات التي تسمى بالإرهابية منذ تقريبا في صحراء مالي منذ 2003 قاعدة، ولكن المصالح المغربية في طيلة هذه السنوات إلى حد الآن لم يتم المساس بها، ولم تتعرض لأي هجوم لا من أي جماعة، لأنه هذه المنطقة تتعج بالجماعات المسلحة، سواء الجماعات ذات الطابع إثني أو قبلي، حيث أن هناك عدة جماعات، مجموعات مسلحة تابعة للطوارق، مجموعات تابعة للقبائل العربية، مجموعات مسلحة تابعة لقومية السلغاي، مجموعات تابعة كذلك لقومية الفلان إلى غير ذلك. وكل هذه المجموعات مسلحة، يطلق عليها أحيانا مجموعات الدفاع الذاتي، وإضافة للمجموعات التي تنسب نفسها إلى الجماعات الإرهابية، سواء الكتائب المنضوية تحت القاعدة
أو ما يسمى حاليا بالجماعة التي تم الإعلان عن تأسيس، يعني كمنصة لمختلف كتائب القاعدة، نصرة الإسلام المسلمين، اللي فيها جماعة ماسينا، فيها أنصار الدين، فيها المرابطون إلى غير ذلك. ولكن لم يحصل طيلة هذه السنوات أن تم المساس بالمصالح المغربية أو استهداف سائقي الشاحنات المغربية بهذا الشكل الذي وقع. السؤال لماذا؟ أولا لأن هناك بعض الأمور الراسخة في ذهن مكونات الشعب المالي، وخاصة منطقة الزواد. فالماليين ينظرون باعتزاز وبفخر في علاقاتهم بالمغرب، وهناك العديد من القبائل، يعني كل القبائل تقريبا في منطقة الزواد حتى حدود نهر النيجر تفتخر بانتسابها إلى المغرب. فمثلا أكبر قبائل، مثلا من بين القبائل مثلا قبيلة إفوغاس في الطوارق، اللي منها زعيم جماعة نصرة الإسلام المسلمين إياد غالي، إفوغاس تنسب نفسها إلى أشراف تافيلالت، وتنسب نفسها كذلك إلى الأداريسة. وشعب الطوارق كله يعني يعتز بانتماء الجد المؤسسة الملكة تينينان إلى منطقة تافيلالت، إضافة أن هناك العديد من القبائل إلى الآن، مثلا قبيلة كولتنصر إلى غير ذلك، إلى الآن لا زالت تحتفظ ببيعة العرش العلوي إلى الآن. زيد على ذلك هو أنه أن التاريخ، تاريخ هذه المناطق هذه عبر التاريخ كانت تحسب على المغرب الأقصى. ما ننسى أن المغرب مثلا كانت هذه المنطقة، تواجد المغربي فيها يعني كان قبل عهد السعديين، ثم استمر طيلة ثلاث قرون إلى حدود 1895، كان آخر حاكم لتنبكتو يسمى محمد الكاهي الرامي، يعني هو الذي سلم يعني من بعد ذلك دخل الاستعمار الفرنسي. حينما قرر الاستعمار الفرنسي الخروج من منطقة من مالي، قامت تقريبا كانت هناك عريضة موقعة من طرف 377 من أعيان المنطقة، منطقة الزواد، يطالبون من الرئيس الفرنسي، يطالبون من الرئيس الفرنسي آنذاك ديغول، على أساس إما أن يمكنهم من حكم ذاتي أو يلحقهم بالمغرب بحكم الروابط التي تربطهم بالمغرب عبر التاريخ، وبحكم الروابط التي تربطهم، روابط البيع التي تربطهم بالمغرب. يعني استمر هذا الترابط بين الشعبين المالي والمغربي إلى الآن مع زيارة الملك محمد السادس المالي في 2013، يعني مما يبين عمق العلاقات المغربية المالية. يعني بالتالي فهذه الواقعة تبدو نشازا وتبدو بأيادي أجنبية عن الشعب المالي. طبعا هذه الشعب المالي يعز بشكل كبير المغرب والشعب المغربي، يعني وقيادة يعني وجلالة الملك، بحكم أنك كما قلت لك الروابط كذلك الدينية، حتى الزوايا يعني المنتشرة في هذه المنطقة لها ارتباط كبير جدا بالمغرب. وإضافة إلى ذلك كما قلنا الزيارة الملكية تقريبا المالي، ومساهمة جلالة الملك في إخراج مالي من أزمتها. مثلا سنة 2014 استقبل في مراكش يعني قيادة الحركة الوطنية لتحرير الأزواط، وهي حركة هي التي كانت أعلنت استقلال منطقة الأزواط في فترة معينة قبل الدخول الفرنسي، ولها روابط وطيدة بالمغرب، احترام كبير جدا. بالنسبة لطبيعة الجريمة كما قلنا فهي جريمة سياسية. السؤال المطروح، من له مصلحة في ترهيب وتخويف سائقي الشاحنات المغاربة؟ ما الذي مصلحة في منع تدفق التجارة عبر معبر القرقارات؟ ما الذي كذلك مصلحة في الحفاظ على بيئة غير آمنة في المنطقة؟ المعروف أن الذي لديه مصلحة هي النظام العسكري في الجزائر طبعا، يعني موال بوليزارو فهي فقط أدوات من أدوات النظام العسكري، لا تختلف عن يعني الجامعات
أو المجموعات المسلحة المتواجدة في المنطقة التي كذلك حتى هي تدخل، لا فرق بينه وبين البوليزارو، لأنها فقط مجرد أدوات من أدوات النظام العسكري الجزائري من أجل تنفيذ استراتيجيته القائمة على خلق بيئة غير آمنة وإدامتها. إذن فلما حددنا هنا ما الذي مصلحة في ترهيب وتخويف سائقي الشاحنات الماء، هي هو النظام العسكري الجزائري. يعني نحن الآن أمام استراتيجية جديدة للمواجهة، المواجهة بين المغرب والجزائر من خلال يعني قطع شرايين التجارة المغربية في أفريقيا وقطع علاقته بالعمق الأفريقي. هو هذا عمل، هذا عمل، العمل يعني عملية الاغتيال هي في 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 عمقها عملية قادرة، ولن تستطيع أبدا أن تثني المغرب في الاستمرار في هذه العملية. ما ننسى بأنه معبر الجرجارات تقريبا تمر منه يوميا تقريبا حوالي 7000 شاحنة متجهة إلى أغلب دول غرب إفريقيا. نعم. يعني بوركينا فاسو، تشاد، ساحل العاج، نيجر، مالي إلى غير ذلك، موريتانيا إلى غير ذلك. فالموائد مائدة، يعني مائدة الأسر أصبحت مرتبطة بما يتم إنتاجه خضر إنتاجه الفلاح المغربي. لذلك هذه العملية هي عملية تنم فقط على 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 غباء منفذها، وهي إذا دخلناها في سياقها العام لا يمكن، هي تدخل في سلسلة من القرارات والإجراءات الغبية على المستوى السياسي التي تم اتخاذها من طرف النظام العسكري الجزائري طيلة السنوات. لا ننسى أنه سنة 2018 حاول، إضافة أنه حاول بالموازات مع محاولة إغلاق معبر الجرجارات، حاول أن يفتح طريق تجارية عبر منطقة تندوف اتجاه موريتانيا في الزويرات، ولكن هذا الطريق تقريبا جلها يعني أغلبها غير معبدة، و يعني سائقي الشاحنات يعني الجزائريين لم يستطيعوا يعني استعمالها. إضافة أنه ماذا سوف يحمل، ماذا سوف تحمل هذه الشاحنات على متنها؟ فالجزائر لا تنتج شيء، لا يمكنها أن تمد أي سوق من الأسواق بأي شيء لأنها لا تنتج شيئا تقريبا. يعني الجريمة وقعت في الأراضي المالية، يعني راح ضحيتها مغاربة. هل تخوف أيضا من يعني تردد عملية أخرى في هذا الصدد هذا، أم ممكن أعتبر أن هذه عملية رسالة منها وصلت وممكن هذا الإرهابيين يوقف عند هذا الحد هذا في نظرك؟ لا، أول هذه مسألة كما قلت لك سابقا لن تثني، فقط يجب اتخاذ يعني تزويد الشاحنات بكاميرات، يجب كذلك أن سائق هذه الشاحنات وهذه الشاحنات يشملها التأمين، لأنه لما تغادر الأراضي المغربية لا يعني التأمين ما يعني لا يتجاوز الطريقة على المستوى، يجب تأمينها كذلك، يجب تعامل معها كما كنا نتعامل سابقا مع القوافل التجارية، أن قوة المغرب كان يستمدها من القوافل التجارية الصحراوية. لذلك يجب كذلك تجهيز بعض المناطق خاصة باستراحة السائقين، لأنهم يقوموا بمهمة مهمة جدا، يقومون بمهمة وطنية. يا إما تم إرسال كوماندو من عناصر البوليزاريو، وهناك وطيلة سنوات كان النظام العسكري يستعمل عناصر البوليزاريو في تصفية حساباته داخل مالي وفي مواجهته مع بعض الحركات يعني من الطوارق التي لم تريد الخضوع للنظام العسكري ولم تخضع النظام العسكري الجزائري، إنه النظام العسكري الجزائري يعتبر مالي حديقته الخلفية. لذلك دأب طيلة السنوات على إرسال يعني مجموعات مسلحة من البوليزارو لتصفية حساباته مع معارضيه من المنظمات من المجموعات الطوارق إلى غير ذلك. هناك كذلك يعني المرجح أن يكون أن النظام العسكري أرسل كوماندو متخصص، كوماندو يعني من الجزائر من أجل تنفيذ هذه العملية، يعني لا تخرج عن هذا الفرضية. بالنسبة يعني وتأكد بأنه
أن المغرب آجلا أو عاجلا سوف يتوصل إلى المنفذين الحقيقيين لهذه العمليات. تأكد من هذه المسألة هذه. لأن المغرب يتمتع في المنطقة بعلاقات جد طيبة مع 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 مكونات الشعب المالي ومع مع جميع الإثنيات. فلا بد أن يقف على الفاعلين الحقيقيين ولا يعني المجرمين الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي. أستاذ محمد طيار الخبير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في إطار هذه التوضيحات وتسليط الضوء أكثر يعني على هذه الواقعة المؤلمة. شكرا جزيلا لك. شكرا مشاهدي الكرام وإلى اللقاء.